أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. غدا السيسي يبحث مع رئيس مجلس الأمة الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي يزور القاهرة حاليا. وقال سالم الزمنان سفير دولة الكويت بالقاهرة إن زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي للقاهرة ولقائه بالمسؤولين المصريين تأتي في إطار دعم العلاقات الكويتية المصرية ودفعها قدما إلى الأمام في شتى المجالات. السيسي يبحث مع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة الجلالة وجامعة الملك عبد الله. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وكبار الاستشاريين. استعرض خلالها الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة، واستعرض المخطط العام لمشروع مدينة الجلالة التي ستقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر، وستضم العديد من المشروعات السياحية والخدمية والطبية فضلا عن إقامة جامعة الملك عبد الله. كما بحث الرئيس السيسي مع الفريق مميش تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد. استعرض خلال الاجتماع التطورات الجارية لتيسير عبور السفن المتجهة إلى الميناء دون تعارض مع السفن العابرة لقناة السويس ذاتها. وفاة أول حالة مرضية بالإنفلونزا الموسمية بأسوان. توفي أول حالة مرضية مصابة بالإنفلونزا الموسمية H1N1 عقب المضاعفات الصحية التي تعرضت لها الحالة داخل المستشفى الجامعي بأسوان. رياضيا، مجلس إدارة الأهلي يدعم فريق القرى قبل مواجهة الإنتاج الحربي. حرص المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته على التواجد بملعب التتش اليوم لتدعيم فريق القرى قبل مواجهة الإنتاج الحربي غدا. كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن موقف المجلس الحالي من قرار بطلان انتخابات المجلس الأخيرة قبل الاستشكال عليه وتحديد جلسة للبت فيه. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شتوي بارد نهارا، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 3 أمتار إلى 3.5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.